السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ الوغ جيت نبارطاجي معكم اليوم الوصفه ديال المحنشه باللوز. كتجي رائعه جدا جدا، كتجيب واحد المذاق خيالي وسهله التحضير، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. ونعطيكم الاسرار باش تنجح لكم هاد المحنشه، واللي ذاقها عندكم انا اكيد لان كاينين بزاف ديال الناس ذاقوها عندي في داري وعجبتهم، وقلت علاش لا نبارطاجي معكم هاد الوصفه بانها ناجحه وكتحمر الوجه الا جات عندك ضياف ولا عندك شي مناسبه وديريها، يعني ما كتحتاجيش تمشي تشريها من برا، يعني في دارك فقط يمكن لك انك تاخذها تصايبها في دارك وتطلع لك ناجحه 100%. الوغ هنا حاجتنا بنسكيلو ديال اللوز مقشر بيت ليله كامله، وغادي نحمرو في الزيت بارده ماشي زيت سخونه باش ما يتلهبش لينا هاد اللوز، ونحاولوا اننا نبداو نقلبوا فيه وما نمشيوش بعيد، يعني نبقاو حداه حنا كنحركوا حتى ياخذ لينا واحد اللون ذهبي رائع باش كيجي زوين وكيجي هو هذاك. نتمنى انكم تبعوا الوصفه جوسك الاخير باش تعرفوا الاسرار ديالها وتطلع لكم ناجحه. انكم تحركوه ماشي تحطوه بحال هكا وتمشيو تقضيو شي حاجه، يعني لا خصني نوقف عليه حتى تاخذ لون واحد. كل ما حركتي كل ما غادي يكون عنده هوايه اللوزات ديالنا يكون عندهم لون واحد وطياب واحد. من بعد ما كملنا الطياب ديال اللوز غنحمرناه، كيجي في هذا الشكل هذا، نحطه في شي حاجه هكا يبرد. عندنا المقادير ديالنا لهاد الوصفه، عندنا كيلو ديال اللوز محمر، نص كيلو ديال اللوز مقشر وبيتنا ليله كامله، عندنا 500 غرام ديال سنيده، معلقه كبيره ديال القرفه، شويه الملحه، شويه ديال النسكه الحره، عندنا الزبده، ماء الزهر، الفيلو. الزبده تقريبا عندنا 250 حتى 300 غرام ديال الزبده، زبده نوازيت. راه عندي في القناه الا بغيتو تعرفوا كيفاش الزبده نوازيت راه عندي في القناه، ممكن انكم تمشيو تشوفوا لا فيديو ديال الزبده نوازيت، حاجه سهله ماشي شي حاجه معقده. راه غادي نقوموا بالطحن ديال اللوز، غادي نزيدو عليه السكر. بما ان السكر انا ما بغيتش نكثر السكر، انا غادي نستعمل غير 250 غرام، نورمالمون كتستعملوا 500 غرام، مي يستحسن انكم ديروا 250 باش تجي الحلاوه حدها قطه، يعني ما يجيش داك الشيء هكا حلو بزاف، غير 250 نص ديال الكميه، حيت في الاخر غادي تسقيو بالعسل. انا غادي غير واحد النقطه انني بغيت نشرحها معكم، اللي ما كيبغيش الحلاوه غير 250 بركه كافيه. ونحاولوا نطحنوا اللوز ديالنا، العقده ديال اللوز اللي ما محمرش ما نطحنوش بزاف بزاف حتى هذا، غير القياس غير بحال هكا. هنا غادي نقوموا بالطحن ديال اللوز المحمر، ولكن اللوز المحمر غادي نطحنوه بزيد حتى غادي برسك غادي يتعجن، غادي نوريكم القوام كيفاش غادي يجي. ملي غادي نوصلوا لهذاك القوام غنحبسوا، يعني ما نردوش بحال البخاليني، ما خصنا نطحنوه حتى يجي هكا واحد شويه الزيت ديالو كيطلع، هو هذيك الزيت هي باش غادي تعاوننا باش نعجنوه مع هذاك الاخر اللي ما هذاك الاخر اللي ماشي محمر. اظن ان الطريقه راه واضحه، غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي بحال هاد الشكل. فوالا راه باين، الوغ كيجي بحال هكا، وغادي نخلطهم بجوج. هذا القوام ديالو يلاه كدير هكا كيجي بحال العقدة بالجموع، ولكن راه ما مطحونش بزاف، ما خارجينش الزيوتة ديالو، يعني حدو قدو. فوالا ملي كنحطو هكا كيجي بحال هكا،
وندمجوهم مع بعضياتهم. هنا غادي نضيفو معلقه ديال القرفه وقبصه ديال الملحه باش كنوازنوا المذاق ما بين الحلو والمالح كيجي زوين. وهنا غادي ناخذ واحد المعلقه ديال السكر مع المسكه الحره، كنحاولوا اننا نطحنوها. كنضيفو المسكه الحره وكنخلطو. هنا كنضيفو 4 الملاعق ديال الزبده نوازيت طبعا. وهنا كنحاولو نخلطو مزيان عجنو هاد العناصر مزيان، ندمجوهم مع بعضياتهم مزيان باش نحاولو نوزعو القرفه على الخليط كامل. هنا كنزيدو المزهر خدا ليا تقريبا كاس ونص ديال المزهر. اللي عنده العجانه يقدر يدير هذه الطريقه بالعجانه، يعني باش تسهل عليه يدير العجانه ويخرج من باب واسع. هنا خصني نخليها ما بين ثلث ساعه حتى لساعه، يعني تقدروا تخليوها حتى اكثر تخليوها ترتاح، مي بشرط انها خصها تغطى باش ما تنشفش العفطه، يعني حتى توجدوا تقولوا اننا بغينا نخدموا بها. يعني تقدروا تخليها حتى ساعتين ولا 4 سوايع ماشي مشكل، ما هي خصها ترتاح باش يمكن لينا نخدموا بها. هنا كناخذ الورق الفيلو، مي الورق الفيلو فاش نبداو نخدموا به ماشي هي الورقه المغربيه اللي عندنا في البلاد، يعني ما كتنشفش شي بزاف. ورق الفيلو كينشف في ساعة كيولي تقرب، يعني إن فوا كنحلو الباكي خاصنا نسربيو بالزبدة وندهنو بهاكا الزبدة، الزبدة هي اللي كتخليها طرية، وكنحاولو أننا نخدمو العقدة ديالنا. خاصنا نديرو حريبلات بحال هكذا. الى عندكم شي حد يعاونكم يستحسن باش تكون غابيد باش ما تنشفش الورقه، والورقه خاصها دائما اننا نغطيوها. حلوا الباكي ونغطيوه. غادي نطويو الورقه ونحاولوا اننا نزيرو مزيان، نزيرو باش ما نخليوش النص باش ما تجيش الورقه في الاخر غادي تطرطق لينا، يعني نزير مزيان، نحاول انني نزير ما نخليش الفراغات في الورقه. انا كنزير وانا كنضيف الزبده باش تجمع لينا وما تقطعش ليا الورقه. نزير مزيان وفاش نحطها في الطاوه نحطها على داك الحرف اللي جمعت الورقه باش ما تحلش، خصك تحطها على من جهه ديال الحرف ديال الورقه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني ونستمروا بالعمليه بحال هكا. اللي خاف انها تقطع له الورقه يقدر يستعمل جوج ورقات باش يتحكم فيها مزيان، وباش تجي ديك القرمشه عاوتاني بلوس تكون عنده القرمشه في الحنشه. ونستمروا بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. انا كنحاول نضرب حيت انا كنخاف الورقه تقطع، حيت تبغي هاد الورقه لكل واحد انه خفيف بالزربه انه يجمع الورقه. ونحاول نزيروها من الديباغ، الا ما كانتش مزيره غادي تجيكم منفوخه وغادي تقطع وما يجيش فيها المنظر، يعني من الاول زيروا مزيان، كنأكد عليها زيروا الورقه مزيان راها كتطلع رائعه.
اللي عنده الحظ انه يقدر يصايب الورقه ديال اللي كنديروا في المغرب ولا اللي كاين في المغرب يقدر يكومونديها. هذيك انا ما فيهاش مشكل اكثر من اللي فيها الورقه ديال الفيلو، الوغ هذيك تجي مزيانه وما كتقطعش في ساعه. ونستمروا هكا، خليكم تلاحظوا معي الفيديو ونستمروا جوسكا حتى نفيني هاد الورقه ديال الفيلو ديالي. الا شطت لكم العقده وما بقاش لكم الورقه، ممكن لكم تحتفظوا بها في الثلاجه، يعني ديروها في الميكا وتسدوها مزيان، ما تخليوش فيها النفس، سدوها مزيان وديروها في الثلاجه، يعني تقدروا انكم تستعملوا بها شي حاجه اخرى. من بعد انا غادي نحط لكم فيديو غادي نقول لكم داكشي اللي بقى ليا انا ديال العقده اشنو استعملت به. كتجي واحد الحلوه اخرى، كتجي غزاله غزاله، كتجي خفيفه وزوينه ومنيضر. كيف ما شفتم هاي اللي كنحطها كنعاود نغطيها بالميكا باش ما تنشفش ليا. ولا كنعملوها في الفران 180 درجه وكنردوا لها البول حتى تحمر حتى تجينا في هذا اللون هذا، ومن بعد كنديروا عليها العسل مباشره من بعد ما خرجنا من الفران هي سخونه، ونخليوها ترتاح 3 ساعات باش ما نقطعهاش، هي سخونه غتبدا تهرس لينا. وهنا كنبداو نزينوها برقائق ديال اللوز، كيجي في واحد النضر زوين وكتجي هكا راقيه وكتجي غزاله غزاله غزاله. والمذاق ما نعاودش ليكم، المذاق فريمون فريمون مذاق فن، كتجي رائعه صراحه. جربوها وردوا عليا، ونتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات ديالكم كيف جاتكم، وما تنساوش ديروا لي لايك باش تشجعوني اكثر واكثر. شفتي معايا كيفاش كتجي؟ كتجي الصراحه فنه فنه فنه.